كي دايرين؟ المهم اليوم غادي نمشي، دابا رجعنا بحالنا من العطله، الله يجعل البركه. دوزناها مزيان، فوجنا، ارتاحينا، حيدنا ستريس، لا روتين، بدلنا شويه الاجواء. ايوا دابا غادي نمشي نتغدى شويه للدار، ما عندي والو في الثلاجه، والو والو. الثلاجه راني غسلتها اليوم في الصباح، حتى بديت كنغسلها وقلت الا كان غير سجلت لهم باش يشوفوا الروتين كي كندير ننظف الثلاجه ديالي، ولكن ماشي مشكل، مره اخرى ونديرها. دابا الثلاجه راه خاويه، غادي نمشي نتقدى شويه الفواكه، شويه ديال الاجبان، شويه ديال الحليب البنيته، ونشوفوا شنو نتقدى ونجيو بحالاتنا. ها انتوا معنا. دخلت على الكامبو وانا نلقى اراندانوس بحال هادي، وانا كنقلب عليهم. ميركادونا كيتباعوا غاليين الصراحه، هانت 1.94 كيديرو 2.29 €. دونك غادي نحاول ندير واحد بتيت كومبرا ولكن تكون صحية بزاف. دابا راه كنحاول نبدل بزاف د لي زاليمون في الماكلة ديالنا في الدار. الفروتا كاينة فروتا اللي كتكون عامرة السكريات، خصنا ايفيتيوها، بحال البنان، لينغاس، حتى هو البطيخ، الدلاح، عامر السكر. نحاولو ناكلو التفاح الخضر ولكن ما نكزاجيغيوش، وحده في النهار، والفريز والفرومبواز و لي فروي روج. هاد لينغاس هذا كيكون زوين، هذا ما كيكونش حلو بزاف، هذا زوين. الكامبو ديال الاوروطاوا بعيد عليا ولكن كيعجبني نجيلو، فيه كلشي. او مازالين في التخفيضات، اللي بغا يستغل عاوتاني التخفيضات راه مازالين. جو كخوا تال نص ديال اوت غندخل هنا البريمور ندير دويره. البنات غادي نتشارك معكم الصخره اللي تقديت، فكان عندي والو في الثلاجه. هانتوما دائما دائما الحوايج اللي كيداروا في الكونجيلاتور كنديرهم في واحد فلا فلا فلو ساك سبيسيال، الحوايج باش يتحافظ عليهم ما يضيعوش، لان دابا الصهد كنديرهم في السياره درجه الحراره باش ما يفسدوناش اليوغور. وهذا هادي غير بين قوسين البنات. دونك نوريكم التقضيه اللي تسخرت. شريت دانون صوجا ناتورال، هذا ما فيهش طبيعي ديال الصوجا. اليوغور كنديرهم في هاد لي كومبارتيمون ديال الثلاجه، خاصين في الثلاجه. عندي شي 3 ولا 4، كنديرهم لدانون. شريت لبنتي هذا بيفيدوس بالسيريال، بلي سيريال، وشريت لها هذا بلي سيريال بيو، جربو الا عجبها تبقى ندي لها. شريت هاد الناطا، شريت الناطا دابا راه جاي الصيف، غادي نديرهم دي موس ونديرهم مع البلو بيري ولا مع فرومبواز ولا مع الفريز وناكلوهم. انا غادي نديرها لكم ونوريها لكم الناطا. شريت هاد الناطا ولات كتعجبني في القهوه، في القهوه ديال العشيه كندير لها بحال ستاربوك امريكان، كافي امريكان كيجيب الناطا، هو كيجيب لاتشي كوندنس، هذا الحليب المركز لتحت، وانا لكن انا ما كنديروش. هانتوما راه ما فيهاش السكر بزاف، ما فيهاش، ولكن فيها غير الدهنيات، سي با غاف، الواحد يدير غير قليل. وشريت هذا الفخوماج ديال ليدل غولديسا، شريت مانتيكيه بيو، وشريت هادو سالتيتشاس دي سبيناكا، هادو سالتيتشاس بحال صوصات ولكن ديال لي زيبينار. هادو الناس فيجيتاريان بنتي كتحمق عليهم، هادو مع ديك
البصله فريطه في الخبيز كتجي هائله. شريت لها هاد كيري، ماشي كيري ولكن فحال كيري، مربعات كيجي على هاد الشكل. وشريت فرماج غيت شيدار تريس كيسوس، وهذا موتزاريلا. شريت موتزاريلا كنديرها في هذا، وهذا ديال لي ساندويتش كيجي هنا، كيجي رخيص في الصراحه في ليدل، سي 400 غرام وكيدير شي اورو 50 اورو 55 بحال هكا، ما كيزيدهاش. وهذا شريت هاد الدانون، ولا كتبغي بنتي هاد الدانون كتبقاي تهزي وديري في الكاس اللي تحتاجي. وشريت هاد كيسو غودا، هذا كنقطعو طريفات طريفات كيعجبني حتى هو في الكوتي ولا في الصباح ولا في العشاء ولا. وهذه كتعجبني دائما تكون عندي في الدار، هذه الفلفله والفلافل الخضراء والصفراء والحمراء والبصله مقطعين صغيورين صغيورين، كيعجبوني في الدار في الدار. وشريت ميرلو ساترونشيت كونجولي، نديرها واحد النهار في الطويجينه ولا لا فابور ولا في الفران، ولا غادي نرصي البنات هذا الشيء في الكونجيلاتور وهانتوما معايا. ودابا خديت هاد لاليولي، راكو عارفين رميت كلشي دوك لي صوص اللي كانوا عندي في الدار، نصوصه نصوصه، لان لقيت فيهم شي وحدين دازهم التاريخ وراهم محطوطين في الباب ما كيشوفوهم ما كنشوفوهمش كاع. شريت هاد لاليولي اكومبانيو هكذا مع كفيته مع دجاج مع حوت، ولا شفتو هنايا فيه غير الدهنيات، ما فيه لا سكر ولا كارب ولا والو، يعني المقاييس ديالو مزيانين بالنسبه للاكل. الحليب طبيعة الحال السيمانه لبنتي، انا راه البنات ما بقيت كنشرب لا حليب ما كناكل لا دانون لا والو، بغيت نحيد عليا لي لاكتيوس. هذا الحليب الصوجا راه خديت ثلاثه اخرين. شريت هذا حليب الكوك، هذا حليب الكوك راه كتستعملو حتى الاخت ديالي. هذا غادي نديرو مع الناطا، وغادي نديرو اوموس حيت فيه كميه هائله ديال الدهون ولكن دهون صحيه. وشريت هاد الزيتون بلا عظم، كان 3 بوغ 2 دونك استغليتو، كيعجبني يكون عندي في الدار. والبيض شريت هاد المره جوج، مشيت للكامبو واستغليت البيض كامبيرو، وهذا كامبيرو ولكن واكل غير لي سيريال. ها هما هادو اليمنتاسيون بساطه ان سيرياليز، يعني كتضمني بان الدجاج ما كلاوش بزاف ديال، راكو عارفين بلا ما نقولها. البيض بطبيعه الحال، ومن ليدل انا دائما البنات انا كنتقدى لي فويسات من ليدل لان الثمن جد مناسب. شريت القرقاع ولقيت انا عندي لابليكاسيون ديال ليدل في التليفون، ودائما كيصيفطوا لي دي كوبون، دونك داروا هاد اللوز 3 بور 2 وا، دونك استغليتها خديت ثلاثة وخلصت جوج. وهذا اللوز 200 غرام كيدير 2 اورو 39، يعني انا طاح عليا بحال 1 اورو 69، دونك زيتو استغليتو ما خطانيش. وخديت هاد الخبز ديال الطوست، خديت هاد الخبز ديال الطوست، هذا كيجي بلي سيريال زوين. ها نتوما نقربو ليكم، فيه لي سيريال زوين وفيه كاع تاكيد، فيه حتى طحين انتغرال وسنتينو. المهم صحي البنات اللي كيشريو من ليدل، هذا ما فيه حتى شي حاجه خايبه. ومن الخضار شريت الماطيشه ديال الراما هادي، وشريت هادي انا كتعجبني هادي طوماط سيريز، ولا كي كتقولوا لها حنا كنقولوا لها بيرا، كان هادي وكاين هاد العرشه صغيره، ولكن هاد المره لقيت هادي خديتها. غادي نديرهم هنا باش نغسلهم مني. خديت الربيع وكيت غير معدنوس ما لقيتش القزبر، بغيت ندير واحد البيستو ولكن ما لقيتش. خديت الدنجال، انا غادي كنشارك معكم الكومبرا ديالي راه من بعد السفر، ما عندي والو في الثلاجه البنات. شريت الدنجال حتى هو بغيت نديرو في الفران كما درت له داك المره،
ونخليه في القرعه. دابا نوريه لكم فاش نديرو. شديت هذا بلاطانو دو كاناريا، حنا كي كيقولوا البلاد ديال البنان، والبنان غالي. يلا هذا اللي رخيص ديال كاناريا، كاين واحد اخر كيديروا له 2 اورو 50، 2 اورو 90، طلعوا له الاثمنه. ديت هذا معليش، واخا كيتباع واحد واحد، ديروا لبنتي في العصير، نديروا لها حتى تاكلوا بوحدو. وشريت هاد القرعه، انا ما كتعجبنيش ديك القرعه البيضاء، كتعجبني هذه السلاويه، ما عرفتش علاش كيعجبني المذاق ديال هاد القرعه، ما عرفتش علاش هي زايده ثمن على البيضاء، ولكن كتعجبني هاد. باردون راه كتجي الميكا هنايا البنات. خديت مانغا ولا مانغو، غير ثلاثه د الحبيبات بعشقات بنتي، وشريتو لها هذا. راه نخليهم، هذه طايبه وهادو مازال خاصهم يطياب. وشريت البرقوق هذا، شريت غير في حاجه قليله اللي غادي ناكلو، كتجلس في الثلاجه البنات وكتفسد. ما نكثروش علينا الفواكه والخضر ومن بعد نرميوها في الزبل، حرام. نشريو ما ناكلو اللي خاص السيمانه 10 ايام، والواحد يمشي يتقضى، راه كلشي حداك. نتوما عاد في المغرب تبارك الله الخيرات عطا الله، وكلشي زراعه اغري بيو، على البيو ما كيديروا لهم لا مواد سامه ولا والو. ها هو هذه المطيشه غادي نحطوها غير هنا التصفيه، نغسلها بشويه ديال الفينيغ وشويه ديال الملحيه اليمنتاريه البلاستيك، الله يستر. شريت هذا لقيتو بروموسيون في ليدل، ديتو 99 سنت، ديت هادي. وفي الكامبو كان كيدير اورو 29، ولكن كيبان زوين عليه، شوفو قداش وغزال. واخا زوج ديالي كيقول لي الحبه الكبيره راه اصطناعيه ماشي طبيعيه، حنا لما شفناش حبه كبيره ما نقنعوش. غادي نديرو هنايا كاع الفواكه، غادي نديرها تغسل وخلاص. ديت لي فريز، لي فريز عندنا زايدين ثمن البنات، معروف حتى نتوما هكداك، لان تسالات الوقت ديالهم كيبيعوهم تقريبا غير زيد كيلو البلاستيك باردون على الصداع. ها نتوما مازالين طريين، غادي نديرو حتى هو هنا نغسلو. نديرو نغسلو. شريت هاد الفلفله، هادي كنديرها في الشلاضه، الفلفله خضراء والحمراء والصفراء، راه لا فيتامين سي 100% البنات، كنصحكم بها. فيتامين سي في الشلاضه تنكل خضراء، ما نطيبوهاش، ولا طيبناها نخليوها مواتيكو. انا كنعطيكم غير نصائح اللي كنعرفها، انا ماشي طبيبه ولا نيوتريسيونيست، ولكن انا مشيت بزاف عند نيوتريسيونيست، والصراحه في الاخر الواحد صافي كيتعلم ياكل وكيعرف شنو ياكل. شريت هادو سميتهم سبيناكا، انا كتعجبني سبيناكا بيبي، كيجيو العريشات صغار ولكن ما كنلقاهاش. فاش مشيت لفورتيفنتورا سي لقيتها غزاله، هادي كبيره كيقطعوها كيكونوا فيها شي حبيبات بيبي. اللي عند الى عندكم سبيناكا بيبي ولاد العرش، هذيك هي احسن، كتكون غنيه بالبروتينات وغنيه بالمعادن. وخلاص لي سالاد، هادو لي سالاد راني تقولوا لي بزاف البلاستيك، ولكن راه ما عندي ليهم هروب، كيجيو مغسولين معدلين. هذه اربعه الانواع ديال لي سالاد، وهذه ثلاثه حتى هذه كيف هزيتهم، يبقاو لنا نخلط شويه مع السبيناك، والواحد والواحد يدير لا سالاد ديالو. وشريت لافوكا، لافوكا راه غني بالدهنيات ولكن دهنيات صحيه، غادي نخليه عاد يرطب، راه شريته شويه زايد حيت بقى عندي وحده في الثلاجه، نخليه يطيب على خاطرو. هادو ثلاثه، ها هو الثمن فيها 3 اورو، نشوف واش كيقرب 3 اورو 56. نديرو حتى هو نغسلو هنا، واحد طريف ديال القرعه حمراء. وديت من الكامبو، ملي فين لقيت لافخاز ديت الموراس، ما عرفتش ما كنعرفش سميتهم بالعربيه، موراس التوت البري ولا المهم. هادو
هادو راهم غنيين البنات بانتي اوكسيدانتي كيخليو لنا لي سيلول حيويين وشابين ما كيكبروش ما كيشرفوش. هما وهاد لي فروي هاد الفرامبواز ولا اراندانوس كما كتقولوا لهم اراندانوس واه هادو نحلو لكم. حنا كيكون عندنا زيت تمام لان عارفين بان الناس نحلو لكم باردون على ها هما يكونوا على هذا الشكل حبيبات صغار. وهادو علاش هادو الناس اللي مرضين بالسكر والناس اللي كتبغي تعتني بالصحه ديالها ما كتبغيش تاكل نسبه عاليه من السكر هادو عندهم انديس غلوسيميك فابل يعني دابل ما تاكلي شحال ما كليتي ما يطلعولكش السكر. صحيين بزاف وعامرين بالانتي اوكسيدون المعادن لا فيتامين سي بزاف ديال الفوائد في هاد لي فروي ديال البوسكي فروتاس ديال البوسكي. انا كنحاول نزيدهم كل نهار شويه ناكل شويه راهم غاليين فعلا ولكن اللي عنده راه كاينين الناس اللي كينبتلهم في الارض في الجاردان ديالهم هكا ويستغلوا الفرصه ويتبرعوا به. وكنشري دائما الشوكولا نوار كنشري هذا ديال 99% ما كيكونش السكر. واكتشفت هذا عاوتاني 70% كاكاو وما فيه لا سكر لا والو ما فيهش السكر من ماركه تيرما زوينه البنات حتى هو. ووريتكم مشيت للبريمور كنقول ما نشري والو ما نشري والو دابا نوريكم شنو نشري البليه ديال البريمور البليه دابا نوريها لكم البنات. ثم البنات بغيت نشارك معكم هاد هاكي كندير انا البلو بيري ها نتوما خديت واحد الطاسه ديال الزاج غندير فيها البابيل هذا الكاغيط ديال الطبله وهذوك البلو بيري غادي نديرهم هنايا غسلتو هانتوما ها درتو هنايا وغادي نشد عليه بالشداده ديالو بالطاسه ديالو وغادي نخبطو وهنا غادي نشد عليه الطابر ديالو وهنا غادي يصبر لينا مده طويله. ونفس الشيء غادي نديرو لافخيز حتى هو هادي غير افكار باش نحافظوا على لي فخوي اللي كيكونوا فخاجيل لان هاد لي فخوي تري فخاجيل. انا غادي ناخذ الطابر وغادي نوريكم هانتوما حتى هو خديت البابيي باش يشرب لنا داك الماء لان داك الماء فاش كيبقى فيه كيتعفن وغادي نديرو هنا كيما بغيتو. كاين اللي كينقيه ويقطعو ويديرو انا كنفضل هكذا نحيدو علينا داك البلاستيك كامل. بنتي راه خدات في الطابر ديالها خدات بدات كلشي مشويه د الفواكه ومشات كتفرج وكتاكل شحال بالبلاستيك غادي نلوح. شوف حنايا كنريسيكليو الازبال عندنا ديال الكاغيط بوحدو وديال الزاج بوحدو والازبال الاخرى ديال الماكله كتسمى اورغانيك بوحدها. هادي غادي نديرها في واحد الطابير صغير لان هادي بغيت نستعملها دابا نيت وغادي نهز منها فريسات باش يمكن لي نشد هنايا. انا غادي ندير دابا لاموش ديال النطا والفخاز وعاد ديك الساعه نشد عليها هنايا هنا باش ما نبعصش ونديرها في الثلاجه. وهذا داك المعجنوس اللي شريت غادي نقادو هذا غادي نحتاجو الدا غادي نستعملو دونك غادي غير نقادلو الراس ديالو هنا وغادي نديرو في هاد الميكا الكاغيط حتى هو باش يصبر غادي نديرو هاد الراس. المعدنوس البنات غير تبداو تستعملوه في الأكل ديالكم مع الشلاضة وبكثرة عندو الفوائد كتيرة. أنا مكنش كيعجبني ولكن دابا منين عرفت الفوائد ديالو أنا نحيدلو هادي هانتوما سمحولي هادي راه تلاجة وراها كتعلمني بأنها محلولة
دائما مسكينه كان هانتوما كنديروا في كاغيط وكنديروا هنا في ميكا. هاد الميكا تخرجوا لي خايبين ديال اللي دل دغيا كيتخسر من هنا، ما باقيش غادي نعاود نشري ميكا ديال ميكات ديال الزيب ديال اللي دل. دوك كيجيو بالزيب من هنا خايبه الصراحه. بزاف هاد كلشي هاد الازبال هشاكم. وهنا عندي الحبق غادي نخليه، سمحوا لي الحبق غادي نخليه في الطويصه ديالو، غادي نستعملو حتى هو هكا. هاد الفليفليات غادي نديرهم لداخل، غادي جبتهم معايا من فوق كيفنتورا، نشوف شحال غادي يصبروا ليا. صافي، و جو بونس صافي، غادي نوريكم الثلاجه كي كنرصيها.